نعم، ما إن تم الإعلان عن النتائج وهي التي تشير بحسب القناة الفرنسية إلى 65.1 في الواقع لإيمانويل ماكرون، حتى ارتفعت موجة الحماسة لدى الناس، ارتفعت الأعلام الفرنسية أمام المنصة التي من المفترض أن يتوجه إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطاب الناصر. نستطيع أن نقول ذلك الآن إلى أنصاره من أمام هرم اللوفر، ساحة اللوفر. سيتحدث ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد إلى أنصاره هنا، إلى جانبه سيكون تمثال لويس الرابع عشر آخر الملوك الذين سكنوا هذه القلعة، قلعة اللوفر. هنا اختار ماكرون أن يخاطب الفرنسيين ليقول لهم كما كرر خلال حملته دائما أنه رئيس للجميع، لجميع الفرنسيين، ليس لليمين الفرنسي ولا لليسار الفرنسي. حالة من كما نرى هنا حالة من الحماس تطغى على المشهد. 34.1 هي الحصيلة التي حصدتها مارين لوبين بخسارتها، وهو أقل بقليل من استطلاعات الرأي التي رجحت بحصيلها حوالي 38. نسمع أبواق السيارات من حيث نحن أقصى ما هي أقصى نسبة قد